الشهيد أحمد هاجرغلو نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. بعد أن كشفت فضائية تركمينلي الحقائق للرأي العام بشأن تواجد منظمة بكك الإرهابية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، وذلك من خلال المشاهد الحصرية التي بثتها الفضائية لقضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل، تواصل فضائية تركمينلي كشف الحقائق عن تواجد هذه المنظمة الإرهابية في محافظة نينوى وفي شمال العراق، حيث رصدت عدسة فضائية تركمينلي مشاهد حصرية لتواجد منظمة بكك الإرهابية في منطقة خان سور التابعة لقضاء سنجار والواقعة على المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، حيث تنتشر المقرات التابعة لمنظمة بكك الإرهابية وعليها الخرقة التي تمثل المنظمة الإرهابية إلى جانب صور كبير إرهابيي المنظمة المدعو أوجلان. هذه الصور لمقرات ومخابئ منظمة بكك الإرهابية في منطقة خان سور التابعة لناحية سنونو في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، وهي منطقة تقع على المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا. بعد أن كشفت فضائية تركمينلي الحقائق للرأي العام بشأن تواجد منظمة بكك الإرهابية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، وذلك من خلال المشاهد الحصرية التي بثتها الفضائية لقضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل، تواصل فضائية تركمينلي كشف الحقائق عن تواجد هذه المنظمة الإرهابية في محافظة نينوى وفي شمال العراق، حيث رصدت عدسة فضائية تركمينلي مشاهد حصرية لتواجد منظمة بكك الإرهابية في منطقة خان سور التابعة لقضاء سنجار الواقعة على المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا. وتظهر هذه المشاهد المقرات التابعة لمنظمة بكك الإرهابية والتي تعمل هناك تحت اسم يبشا ويجشا وتعلوها خرقة المنظمة الإرهابية، لكن الأمر المثير للاستغراب رفع العلم العراقي إلى جانب خرقة المنظمة الإرهابية. يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتبر منظمة بكك منظمة إرهابية، كما أن هذه المنظمة تندرج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى وزارة الخارجية الأمريكية. حذر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان من استمرار تواجد منظمة بكك الإرهابية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، مشددا على أن سنجار إنما هي مثل قنديل معقل لمنظمة بكك الإرهابية ويجب تطهيرها من التنظيمات الإرهابية أيا كانت مسمياتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان باجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة. يا سنجار سنجار Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. في وقت تواصل فيه تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، حذر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مجددا من استمرار تواجد منظمة بكك الإرهابية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، مشددا على أن سنجار إنما هي مثل قنديل معقل لمنظمة بكك الإرهابية ويجب تطهيرها من التنظيمات الإرهابية أيا كانت مسمياتها. وقال أردوغان إننا قد ندخل هناك في أي لحظة على حين غرة، فمثل هذه العمليات لا يمكن تحديد موعد لها، ونحن نقول للحكومة العراقية إن كنتم ستقومون بتطهير سنجار من الإرهابيين فنحن ننتظر قيامكم بذلك، وإن كان العكس فنحن من سيقوم
بذلك. وإنهاء تواجد منظمة بكك الإرهابية في الأراضي العراقية إنما هي مسؤولية مشتركة بيننا وبين حكومة بغداد. وأكد أردوغان انفتاح تركيا للعمل مع الحكومة العراقية إذا أرادت ذلك من أجل إنهاء أنشطة منظمة بكك الإرهابية في العراق. فنحن أثبتنا للعالم أجمع عزمنا على إنهاء التهديدات الإرهابية على حدودنا الجنوبية، وكل من لا يوازي بين تنظيم بكك وبيدا وبين يبقى وداعش فإن أبوابنا مغلقة أمامه. وسواء في سوريا أو في العراق أو في أي مكان آخر، فإن من يتعامل مع التنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها فإنه سيلقى منا نفس المعاملة. وأكد الرئيس التركي استمرار العمليات العسكرية التركية لتطهير مدينة منبج السورية من التنظيمات الإرهابية واستمرار خططها بشأن تأمين إدلب شمال سوريا، مضيفا أن 7 نقاط مراقبة من أصل 12 نقطة بيد القوات التركية وتقوم بمراقبة النقاط الحدودية بين تركيا وسوريا، فضلا عن منع تكرار المآسي التي وقعت في حلب والغوطة الشرقية والرقة في إدلب. كما بدأنا باتخاذ الاستعدادات لتطهير المناطق الحدودية مع شمال العراق من الإرهابيين. وحول حصيلة عملية غصن الزيتون العسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا، أوضح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه بدخول القوات التركية والجيش السوري الحر لمركز مدينة عفرين فقد تم إنجاز الجزء الأكبر من أهداف عملية غصن الزيتون، موضحا أن الأرقام الأخيرة لقتل التنظيمات الإرهابية في العملية بلغت 3800 قتيل. صدرت من أنقرة موجة من الإدانات لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا وتنظيم بايدا بكك الإرهابي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية التركية على لسان المتحدث باسمها إبراهيم كالن موقف تركيا الحاسم في رفض أي مبادرة تفضي إلى الحوار أو الوساطة أو التواصل مع المنظمات الإرهابية مثل بايدا بكك. كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ بأن تصريحات ماكرون غير مقبولة وأنه يأمل في أن لا تقدم فرنسا على اتخاذ مثل هكذا خطوة، فيما اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو بأن تصريحات ماكرون تؤكد أن فرنسا فقدت موقفها الحيادي إزاء الأحداث الجارية في سوريا. في أعقاب التصريحات التي وردت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أبدى فيها استعداد بلاده للوساطة بين تركيا وتنظيم بايدا بكك الإرهابي، صدرت موجة من ردود الأفعال المنددة بالموقف الفرنسي، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية التركية على لسان المتحدث باسمها إبراهيم قلن موقف تركيا الحاسم في رفض أي مبادرات تفضي إلى الحوار أو الوساطة أو التواصل مع المنظمات الإرهابية مثل بايدا بكك. وقال قلن في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر: إننا نرفض المبادرات غير الجدية مثل الحوار أو الوساطة أو التواصل مع المنظمات الإرهابية مثل بايدا يباغا باكاكا الذي يحاول اكتساب الشرعية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن على البلدان الصديقة والحليفة أن تتخذ موقفا واضحا وصريحا من كافة أشكال الإرهاب. كما دعا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية الدول الحليفة لتركيا إلى أن تعلن بشكل علني وواضح موقفها من التنظيمات الإرهابية بدلا من اتخاذ خطوات من شأنها إضفاء شرعية عليها. أما المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ فاعتبر بدوره إن تعهد فرنسا بدعم تنظيم بايدا يباغا الذراع السوري لمنظمة بكك الإرهابية يعد تعاونا وتضامنا ودعما صريحا للتنظيمات الإرهابية التي تهاجم تركيا. وقال بوزداغ في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن بيان الرئاسة الفرنسية هو محاولة لشرعنة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن التعاون والتضامن والدعم وشرعنة التنظيمات الإرهابية أمر لا يمكن قبوله، وأن تركيا مصممة على محاربة التنظيمات الإرهابية. وبيان بوزداغ أن من يدعم التنظيمات الإرهابية ويقيم علاقات صداقة معها سيخسر دعم تركيا وصداقتها، وقال إن من يتعاون مع الإرهابيين ضد تركيا سنتعامل معه كمعاملتنا للإرهابيين، وأتمنى ألا تتخذ فرنسا خطوة غير عقلانية كهذه. وأكد بوزداغ أن تركيا ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين وفي كل مكان.
إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني في أنقرة إن استضافة فرنسا للتنظيم الإرهابي بايادا باكاكا على مستوى رفيع تكشف عن ازدواجية معاييرها بشأن التنظيمات الإرهابية موضحا أنه لا يمكن قبول المقترح الفرنسي بشأن الوساطة بين تركيا والإرهابيين. وأشار شاوشوغلو إلى أنه سأل نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم ما الذي سيفكر فيه لو استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان شخصا أو ممثلين عن منظمة شنت هجمات إرهابية في فرنسا مضيفا أن تنظيم إيباكا باكاكا هو تنظيم إرهابي تسبب بمقتل 40,000 شخص في تركيا. كما بيّن شاوشوغلو أن مسألة الوساطة تتطلب أن تكون الجهة الوسطية حيادية مشيرا إلى أنه لا يمكن القول بأن فرنسا محايدة بعد استقبالها للإرهابيين في قصر الإليزيه. وانتقد شاوشوغلو استخدام الجانب الفرنسي كلمة كانتون في الحديث عن عفرين أو مناطق أخرى في سوريا وقال إذا كانت فرنسا لا تقبل إطلاق كلمة كانتون على كورسيكا فلا يمكن قبول إطلاق تسمية كانتون على أي منطقة في سوريا وإذا كانت فرنسا تريد التعاون مع تركيا في المسألة السورية فإنه يتعين عليها أن تعود إلى موقفها السابق. أدان المجلس التركماني السوري تصريحات نسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد فيها بإرسال جنود فرنسيين إلى منبج بهدف دعم التنظيم الإرهابي بايادا باكاكا بهدف شرعنة ذلك التنظيم تحت مسميات مختلفة. ضمن موجة الانتقادات الشديدة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن سوريا وتنظيم بايادا باكاكا الإرهابي أدان المجلس التركماني السوري في بيان لرئيس المجلس محمد وجيه جمعة تصريحات نسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد فيها بإرسال جنود فرنسيين إلى منبج بهدف دعم التنظيم الإرهابي بايادا باكاكا بهدف شرعنة ذلك التنظيم تحت مسميات مختلفة. واعتبر المجلس في بيان له القرار الفرنسي بأنه خيانة للشعب السوري الذي ينتظر الخلاص من الإرهاب والظلم وكصب البنزين على النار المشتعلة في سوريا. كما استنكر استقبال الرئيس الفرنسي وفدا من التنظيم الإرهابي وأشار المجلس إلى أن الخطوة الفرنسية لا تنم عن حسن نية بشكل لا يحتاج إلى تفسير وأكد رفضه الشديد لذلك القرار. وأضاف رئيس المجلس التركماني السوري أن الخطوة الفرنسية المؤسفة للغاية والمبادرة الأمريكية قبلها مباشرة وتأسيس ما يسمى بحزب مستقبل سوريا في المناطق المحتلة من قبل تنظيم بايادا ياباغا باكاكا بدعم من البلدان الغربية كلها ذات مغزى. وطالب المجلس التركماني السوري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالتخلي فورا عن دعم التنظيم الإرهابي الملطخة يده بالدماء وأكد أن الشعب السوري هو الصاحب الحقيقي للأرض السورية وهو من سيقرر مستقبل بلاده. استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي في مكتبه بالعاصمة بغداد جموعا غفيرة من شيوخ ووجهاء العشائر والمواطنين من أهالي بغداد حيث جرى خلال اللقاء الذي حضرته عضوة الجبهة التركمانية العراقية جلشان جلال الحديث عن واقع الخدمات في بغداد ومطالب المواطنين فيها واحتياجاتهم فضلا عن حث الناخبين على ضرورة استلام بطاقة الناخب والمشاركة في الانتخابات القادمة. استقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي في مكتب الجبهة بالعاصمة بغداد جموعا غفيرة من شيوخ ووجهاء العشائر والمواطنين من أهالي بغداد حيث جرى خلال اللقاء الذي حضرته عضوة الجبهة التركمانية العراقية جلشان جلال الحديث عن واقع الخدمات في بغداد ومطالب المواطنين فيها واحتياجاتهم فضلا عن حث الناخبين على ضرورة استلام بطاقة الناخب والمشاركة في الانتخابات القادمة. وتطرق الصالح في حديثه إلى الجهود المبذولة من قبل الجبهة التركمانية العراقية من أجل تحقيق مطالب العراقيين عموما والسعي من أجل أن ينعموا بحياة أفضل دون تفرقة بين مكونات الشعب العراقي. كما شدد على ضرورة توفير أفضل الخدمات لمناطق العاصمة بغداد وتلبية احتياجات المواطنين وخصوصا في مجال توفير فرص العمل والخدمات. عضوة الجبهة التركمانية العراقية جلشان جلال أوضحت في حديثها لفضائية تركمانلي تفاصيل اللقاءات التي جرت في مكتب الجبهة التركمانية في بغداد.
التقى اليوم رئيس الجبهة التركمانية العراقية ببغداد بالشيوخ العشار والعوائل البغدادية، وكان الحديث عن الانتخابات. أول شيء طلبنا من عندهم بأن يذهبون إلى المراكز الانتخابية واستلام بطاقة الناخب، وثم بعد ذلك أن يختاروا من يمثلهم ومن يكون صادقا معهم. وكانت عندهم عدة أسئلة، هم الحاضرين يقولون بأنه نحن يأسنا من الوعود الكاذبة، فقلنا لهم أنتم من تختارون الأصح. جرت في جامع النور الكبير بمدينة كركوك عصر اليوم إقامة منقبة نبوية في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة المناضل التركماني الراحل محمد بازرغان، وشهدت المنقبة النبوية حضور جموع غفيرة من الشخصيات، منهم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، ونائب رئيس الجبهة وعضو مجلس النواب حسن توران، وعدد من مسؤولي الجبهة ورؤساء ومسؤولي الأحزاب السياسية والشخصيات والمواطنين التركمان. وتليت خلال المنقبة النبوية آيات من القرآن الكريم على روح الفقيد الراحل، فضلا عن إنشاد الابتهالات الدينية. وجدد الحاضرون تقديم التعازي إلى ذوي وأقرباء الفقيد الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل رئيس حزب الوحدة الكبيرة التركي محسن يازج أغلو، أقامت مجموعة شباب دعم التركمان وبالتنسيق مع مؤسسة وقف البرانلر للتعليم والثقافة والتضامن التركية احتفالية تأبينية في نادي الأخاء التركماني بمدينة كركوك، حضرها جمع غفير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات والمواطنين التركمان. في ذكرى مرور 9 أعوام على رحيل رئيس حزب الوحدة الكبيرة التركي محسن يازج أغلو، أقامت مجموعة شباب دعم التركمان وبالتنسيق مع مؤسسة وقف البرانلر للتعليم والثقافة والتضامن التركية احتفالية تأبينية في نادي الأخاء التركماني بمدينة كركوك، حضرها جمع غفير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات والمواطنين التركمان. واستهلت الاحتفالية التأبينية بتلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة، وبعدها عزف النشيد الوطني التركي والنشيد القومي التركماني. وفي كلمة له خلال الاحتفالية تحدث جورشاد ميجان، نائب رئيس مؤسسة وقف البرانلر للتعليم والثقافة والتضامن التركية، عن نضال الراحل يازج أغلو الذي كان رمزا وصوتا مدافعا عن الأتراك من البلقان ومن سور الصين العظيم إلى عمق أفريقيا واليمن. من جهته أثنى رئيس حزب تركمانلي رياض صاركهيا بنضال الراحل محسن يازج أغلو الذي كان قد التقى به في عام 1975، كما حث الناخبين التركمان في عموم مناطق تركمانلي على المشاركة بقوة في الانتخابات لتمثيل التركمان بشكل حقيقي وعادل في البرلمان العراقي. كما أشاد مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية قاسم قزانش أيضا بنضال رئيس حزب الوحدة الكبيرة التركي الراحل محسن يازج أغلو، وأكد أنه ناضل في حياته ليس من أجل تركيا فقط بل من أجل شعوب العالم التركي أجمع. إلى ذلك دعا المناضل التركماني نور الدين حميد الناخبين التركمان إلى ضرورة استلام بطاقة الناخب والمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة، وحث أقرانهم من الناخبين التركمان أيضا على ذلك، فيما أكد رئيس مجموعة شباب دعم التركمان إسماعيل بيغوغلو وقوف الشباب التركمان جميعا لنصرة قضية شعبهم العادلة. وجرى على هامش الاحتفالية التأبينية أيضا إلقاء قصائد شعرية من قبل عدد من الشعراء التركمان، فضلا عن توزيع دروع تقديرية على الشخصيات المشاركة في الاحتفالية التأبينية. في إطار الاعتداءات التي تستهدف المقرات والمناطق التركمانية في محافظة كركوك، تعرض مقر الجبهة التركمانية العراقية في ناحية ألتون كوبر ليلة أمس إلى اعتداء بقنبلة يدوية من قبل مسلحين مجهولين. وأفادت مصادر محلية بأن أشخاص مجهولين يستقلون سيارة قاموا في حوالي الساعة 10:30 من ليلة أمس بإلقاء قنبلة يدوية بالقرب من مقر الجبهة التركمانية العراقية في ناحية ألتون كوبر التابعة لمحافظة كركوك،
حيث انفجرت القنبلة اليدوية بجانب حديقة مقابل مقر الجبهة التركمانية. وأظهرت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة مشاهد للاعتداء الذي نفذ بإلقاء قنبلة يدوية من قبل السيارة أثناء مرورها من الشارع المار من أمام مقر الجبهة التركمانية العراقية، ولم يسفر الاعتداء عن سقوط ضحايا أو إصابات. فيما هرعت القوات الأمنية إلى مكان الحادث وقامت بتطويق المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه. نفت وزارة الدفاع العراقية الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء العراقية وتنفيذها طلعات جوية فوق إيران، واصفة تلك الأنباء بأنها غير دقيقة وغير صحيحة. عقب الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن قيام طائرات إسرائيلية باختراق الأجواء العراقية وتنفيذ طلعات جوية فوق إيران، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية تحسين الخفاجي تلك الأنباء ووصفها بأنها أخبار غير دقيقة وغير صحيحة. وقال الخفاجي في تصريح صحفي إنه لا صحة للأنباء التي أشارت إلى قيام طائرات إسرائيلية باختراق الأجواء العراقية، مضيفا أن العراق يمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل بشكل جيد مع أي خرق للأجواء العراقية، كما أن لدى إيران أيضا منظومة دفاع جوي ورادارات متطورة قادرة على الاستكشاف والتعامل مع أي خرق لأجوائها. وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت في وقت سابق بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز F-35 عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، كما حلقتا على ارتفاع عالي فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مناطق خفض التوتر في سوريا ستبقى كما تم الاتفاق عليها مع تركيا وإيران، ولا توجد خطة في الوقت الراهن حول رفع عدد هذه المناطق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا، والذي أشاد بدوره بمقررات مؤتمر سوتشي حول سوريا. خلال مؤتمر صحفي عقده مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا عقب لقائهما في العاصمة الروسية موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مناطق خفض التوتر في سوريا ستبقى كما تم الاتفاق عليها مع تركيا وإيران، ولا توجد خطة في الوقت الراهن حول رفع عدد هذه المناطق. وأوضح لافروف أنه تم تشكيل المنطقة الجنوبية بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، ولا توجد خطة على الأقل في الوقت الراهن حول زيادة عدد هذه المساحات، حيث تشمل مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها عام 2017 بمباحثات أستانا مناطق جنوبي سوريا وريف حلب الغربي وريف حما الشمالي ومحافظة اللاذقية ومحافظة إدلب، وتضم أيضا غوطة دمشق الشرقية. وأشار لافروف إلى أهمية اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران في 4 أبريل نيسان المقبل في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار دور روسيا وإيران وتركيا في القضاء على فلول التنظيمات الإرهابية وتحسين سير عملية وقف إطلاق النار وتوطيده وخلق فرص لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية. بدوره قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا خلال المؤتمر الصحفي إن مؤتمر سوتشي حول سوريا الذي عقد في كانون الثاني الماضي لعب دورا مهما في مجال الحل السياسي من حيث الإعلان وتشكيل لجنة دستورية، واضحا أنه يشاطر لافروف رأيه بأن إطالة أمد تنفيذ القرارات المتخذة في قمة سوتشي سيشكل خطأ، مؤكدا في الوقت ذاته على وحدة سوريا. في قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 1,100 آخرون بجراح جراء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، وذلك أثناء مسيرات الاحتجاج التي نظمها الفلسطينيون بالذكرى 42 ليوم الأرض. يلا ارفع جبال من هنا. يلا شباب يجوا حد يحملنا حد يجي يحملنا. احنا من جاي عشان نمسك. تفضل.
ثاني عشان ثاني خلص صحافة خلص الصحافة خلص. مسيرة العودة الكبرى، هذا كان عنوان المسيرات الحاشدة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بالذكرى 42 ليوم الأرض، حيث انطلقت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في عدد من نقاط التماس على حدود قطاع غزة الشرقية مع إسرائيل، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وقد أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز على متظاهرين فلسطينيين وصلوا إلى المنطقة. ومنذ ساعات الصباح الباكر توافد مئات الفلسطينيين إلى المخيمات الرمزية التي أقامتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة في 5 مناطق متاخمة للسياج الحدودي شرق قطاع غزة، فيما ردت القوات الإسرائيلية باستخدام الرصاص وإعلان كافة المناطق المتاخمة للحدود مع غزة مناطق عسكرية مغلقة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 1100 آخرون بجراح في الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة. وتطالب المسيرات بعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948 وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007. وحسب المنظمين ستستمر المسيرة لتبلغ ذروتها في 15 من أيار المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد هدد باستخدام القوة لمنع الفلسطينيين من اقتحام الحدود، بينما نشر الجيش تعزيزات كبرى وألغى إجازات الجنود ونشر قناصة قبالة مناطق تجمع الفلسطينيين في إطار مسيرة العودة. في إطار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية تبادل طرد دبلوماسيين من البلدين، أعلن البيت الأبيض أن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها يعد مؤشرا لتفاقم العلاقات أكثر بين البلدين، معتبرا القرار الروسي غير صائب. تتزايد يوما بعد يوم حدة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية تبادل طرد دبلوماسيين من البلدين، فقد أعلن البيت الأبيض أن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها يعد مؤشرا لتفاقم العلاقات أكثر بين البلدين. وأشار البيت الأبيض في بيان له إلى أن القرار الروسي غير صائب، واعتبر أن ترحيل مسؤولي الاستخبارات الروسية من الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة بحلف الشمال الأطلسي الناتو كان ردا مناسبا على محاولة قتل العميل الروسي في بريطانيا، معتبرا أن رد روسيا كان متوقعا وأن الولايات المتحدة ستتعامل معه. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن عزم بلاده الرد بالمثل على الولايات المتحدة والدول الغربية التي طردت دبلوماسيين روس وإغلاق قنصلية واشنطن في مدينة سان بطرسبرغ. وقد طلبت الخارجية الروسية من 60 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة أراضيها قبل 5 نيسان القادم، كما وجهت مذكرة إلى القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بالتوقف عن تقديم خدماتها وإخلاء المبنى خلال يومين. وسبق أن أقدمت 29 دولة على طرد 146 دبلوماسيا روسيا من أراضيها خلال الأيام 3 الماضية، تضامنا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، فيما أعلنت دول أخرى تعليق المباحثات الثنائية. على خلفية اتهامه مجددا بمحاولة الحصول على معلومات قضائية، أحيل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف الفرنسية بتهمة الفساد واستغلال السلطة.
رحل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال السلطة، ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامه لمحاولة الحصول على معلومات قضائية من رجل قضاء مقابل منحه منصبا مهما، بالإضافة إلى تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007. وتخص المعلومات التي سعى ساركوزي الحصول عليها تورطه في قضية استغلال سيدة الأعمال الراحلة ليليان بيتانكور مالكة شركة لوريال الفرنسية لمنتجات التجميل، فيما نفى الرئيس الفرنسي الأسبق مرارا ارتكاب أي مخالفات من ذلك النوع. ويواجه ساركوزي منذ عام 2013 تهما بالفساد وتجاوز القوانين الناظمة لتمويل الحملات الانتخابية. وضمن حوادث السير في تايلاند، أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل 20 عاملا مهاجرا من ميانمار جراء حريق اندلع في حافلة غربي البلاد. وقالت الشرطة إن الحافلة كانت تقل 47 عاملا كانوا قد عبروا للتو الحدود إلى تايلاند للعمل بصورة قانونية، فيما لفتت إلى أن 20 مهاجرا قتلوا فيما هرب 27 آخرون. وتصنف الطرق التي تستخدم لتهريب المهاجرين إلى تايلاند على أنها الأكثر دموية في العالم بعد ليبيا، وفقا لأحدث دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن تايلاند تستضيف أكثر من 3 ملايين مهاجر، جاء معظمهم من الجارة الأكثر فقرا ميانمار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.